واجن علي التاني ليه يا دكتور؟ انت حضرتك قلتي كلمه مهمه قوي في الاخر، قلتي اهم شيء المبادره جيده، ولكن اهم شيء تنفيذ المبادره، ده الاساس. طب عشان انا انفذ مبادره لابد اشوف مستلزمات الانتاج الخاصه بالسلع اللي حضرتك قلت عليها. قلت ان احنا عندنا البان، عندنا سكر، عندنا فول، عندنا عدس، عندنا كذا، عندنا من ضمنهم الفول، من ضمنهم الدجاج والبيض. عشان انا استطيع ان انا اوصل لحضرتك هذا المنتج بما يتناسب مع مدخلاتك، لابد ان انا اشوف مستلزمات الانتاج اللي بتخش، اللي هي الرئيسيه والاساسيه بالنسبه لصناعه الدواجن. معالي رئيس مجلس الوزراء فعلا تحدث كلام ممتاز، وقال ان احنا هنسعى سعيا حثيثا مع البنك المركزي لتوفير الدولار عشان نجيب بالسعر الرسمي. وقال ايضا ان احنا ايضا هتتكلم مع الجمارك والضرائب عشان نقلل الاعباء الضريبيه والجمركيه عشان نخفف ايضا تكلفه الانتاج. كلام في منتهى الروعه، لكن اهم شيء اليه التطبيق. الكلام كويس، اتطبقت المبادره يومين ثلاثه، فجاه لقينا الاسعار بدات ترتفع بدون مبرر. اسعار ايه اللي ارتفعت الاول؟ المستلزمات. لما اقول ان انا في خلال اربع خمس ست ايام او اسبوع يرتفع الصويا 8000 جنيه للطن، ويرتفع ال 5000 جنيه للذره، بالتالي يرتفع المنتج بتاعهم اللي هو العلف اللي بيمثل 70%، فارتفعت الاسعار. فمش بمزاج حد، غصب عن عين المنتج. المنتج عاوز يساهم مع المبادره، المنتج عاوز يشوف ابناء الوطن كمجتمع مدني. احنا نساعد الدوله عشان الوضع الاقتصادي العام، لكن انا ما اخسرش، لكن مش عايز اكسب. يبقى التكلفه الفعليه للمنتج انا مستعد ابيع بيه، لكن فجاه اتغيرت المنظومه، ارتفاع اسعار غير مبرره بالنسبه للمستلزمات رغم التحرك الايجابي من الدوله وتوفير. والنهارده وزير الزراعه تحدث وقال ان احنا النهارده افرجنا عن 2005. امال هو مين اللي مغليه؟ طيب مين اللي مغليه؟ ما هنشوف بقى. انا النهارده الدوله افرجت، هل الدوله لما افرجت هل افرجت بالسعر الرسمي؟ عشان نبقى نتكلم كلام منطقي يبقى عقلاني. هل احنا افرجت بالسعر الرسمي للدولار، ولا الناس دي جابت في السوق السوداء وادى الى ارتفاع نسبه تصل الى 25%؟ والكلام ده لما قلناه ولما احست المبادره قلت احنا لو وفرنا بالسعر الرسمي هنوفر 25%، لا انا عاوز المنتج ولا عاوز حد، بتوفر لوحدها. وقلنا احنا ممكن نضغط على حضرتك كمنتجه ب 5%، بقى 30% كمان، شيء ممتاز وشيء جيد جدا. لو الفراخ النهارده ب 70 جنيه وخفضناها 30%، 3 في 7 ب 21، يعني 21 جنيه، يعني تصل من المزرعه ب 9. هو كيلو الفراخ وصل لحد كام دلوقتي؟ النهارده ب 68 جنيه في المزرعه، يعني تصل لحضرتك ممكن ب 75 جنيه، لكن احنا عاوزين توصل اقل من ذلك. من 75 ل 80 جنيه، 75 جنيه ده الحد الادنى للكيلو. تمام، الحد الادنى. البيض النهارده بكام؟ البيض النهارده ب 123 لحد 129، بيتباع ب 140، لكن غصب عن عين المنتج اللي هو عاوز يوصل لك لكن مش قادر. طب انا عايز اقلل التكلفه، التكلفه تبدا من العلف يا استاذ هاني، العلف الاساس، العلف اللي بيمثل 70%. استطعنا ان احنا نسيطر على العلف. حضرتك فاكر الوقت قريب قوي، يعني مش من وقت بعيد كنا بنجيب كرتونه البيض بكام؟ نعم، من وقت قريب يعني مش من بعيد قوي، كنا من كرتونه البيض كانت بكام؟ كان الكرتونة البيض، لا مش يعني مثلا قولي من ثلاث اشهر، من شهرين، لا ما 95 كانت 95، لكن هو الناس باعتها بكام؟ ومن سنه، من سنه كانت بكام؟ لا من سنه حاجه ثانيه. لا لما تقولي لي من سنه اقول لي كانت العلف بكام؟ كان الدولار. فالواحد مش قادر يفهم، وانا اصل انا خلي بالك انا احب اتكلم بلسان الناس. نعم، يعني دلوقتي لو ست بيت عايزه تعمل لعيالها بيضتين الصبح كانت بتجيب كرتونه البيض مش من وقت بعيد قوي، يعني كرتونه البيض كانت بكام يا جماعه؟ كانت هقول لحضرتك كانت ب 32 جنيه. 30 جنيه؟ ما انا يا فندم انا ما بقولش. دلوقتي كرتونه البيض بكام؟ دلوقتي كرتونه البيض بكام؟ دلوقتي كرتونه البيض بكام؟ انت عارفه العرق انت كان ساعتها بكام؟ 5800 العلف. النهارده العلف ب 22، ادي اربع اضعاف وشويه. لما تضربي اربع اضعاف وشويه اللي هي كانت ب 32 هتوصلك بال 35 40 اللي انت بتقولي عليهم. قضيتك العلف زي ما قلت لحضرتك، أيوة. اذا استطعنا ان احنا نخفض مستلزمات الانتاج اللي هي المدخلات الرئيسيه لصناعه الدواجن، بالتالي خلاص كل شيء هينخفض، واقدر احاسب اي حد اللي هيلعب في الاسعار، اقدر احاسبه واحبسه كمان. لكن انا النهارده مش قادر اسيطر على الجزئيه دي. كل الناس المتواجدين في جمهوريه مصر العربيه، مجتمع مدني، دوله، كل الناس عاوزه انخفاض الاسعار، وده شيء جيد جدا. لكن الاليات المتواجده، وانا قلت ان شاء الله ان شاء الله حينما يتم تنفيذ الكلام اللي وعدنا بيه معالي رئيس مجلس، ان شاء الله الدنيا هتنضبط تبقى تمام، وده اللي احنا عاوزينه، ده اللي احنا كلنا عايزينه. والله والله ده اللي احنا كلنا عايزينه، احنا ما نتمناش، احنا كلنا مواطنين ما نتمناش اكتر من كده والله. 30 40 سنه
لكن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله القريب العاجل اتمنى ان شاء الله ان يحدث هذا الكلام وتدفع برضك الطاقه الانتاجيه ونصدر، لان عايز ادخل دولار. الدولار ده هيقوي الاقتصاد بتاعي ووفر عمله استطيع ان انا اجيبها. دي جزئيه، الجزئيه الثانيه الزراعه بقى، ده اللي احنا بندور عليه. احنا النهارده المفروض نتوسع في الزراعات العرفيه والزيتيه، وده تعليمات وتوجيهات رئاسيه. فاحنا لما يحصل الكلام ده عندنا هنقلل الاستيراد من الخارج، يبقى موجود عندي، يبقى انا عارف التكلفه ان شاء الله هيحصل ماشيه ازاي. خلينا متفائلين طبعا يا فندم، خلينا متفائلين ان شاء الله هيحصل. طبعا مفيش كلام، طول ما احنا بنطلع نتكلم وطول ما في ناس زي حضرتك بتطلع تقول وتقول رايها وتوعي وصوتك هيتسمع، وان شاء الله كل حاجه حلوه هتحصل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله بلدنا بخير دائما وابدا يا رب، ربنا يا رب بلدنا يا رب ويبعد عنا كل سوء، وان شاء الله نتكاتف مع بعضنا لرفع رايه بلدنا العزيزه مصر وزياده الطاقه الانتاجيه وتصدير الى الخارج، وان شاء الله الدنيا هتنضبط يا رب يا رب. ده اللي بنتمناه والله. دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن اتحاد الغرف التجاريه، بشكرك جدا.